إذا دخل رجل المسجد لصلاة الظهر وقد أقيمت الصلاة ودخل مع الجماعة وله عادة وهو أنه يصلي قبل الظهر 4 ركعات، هل يقضي هذه بعد صلاة الفرض أم تسقط عنه؟ نعم، إذا فاتت الإنسان الراتبة، إذا فاتت الإنسان الراتبة التي قبل الصلاة فإنه يقضيها بعد الصلاة، ولكن يبدأ بالراتبة التي بعد الصلاة قبل قضاء الراتبة التي قبل الصلاة. ففي المثال الذي ذكره السائل، إذا كان من عادته أن يصلي 4 ركعات قبل الظهر ثم دخل المسجد ووجد الناس يصلون، نقول له إذا أنهيت الصلاة وأردت أن تأتي بالراتبة فأتي بالراتبة أولا، الراتبة التي بعد الصلاة أولا ثم أتي بالراتبتين اللتين قبل الصلاة قضاء.